يجب أن نذكر بأنه الثورة الفلسطينية التي انطلقت في عام 1964 ثورة حديثة بقيادة منظمة التحرير، والشرارة المسلحة الأولى أو الرصاصة الأولى التي انطلقت هي بقيادة حركة فتح التي أطلقت الرصاصة الأولى في عام 1965 في يناير 65، مطلع يناير أو الفاتح من يناير 65. وبالتالي منذ ذلك التاريخ حتى اللحظة وتقود العمل الفدائي والسياسي والعمل الوطني بكل أشكاله على الساحة الفلسطينية، كانت حركة فتح دائما هي القائد وحتى هذه اللحظة هي القائد. وبالتالي إذا حصل هناك أي أزمة داخل حركة فتح ربما تكون تأثيرها ليس فلسطينيا وعلى الساحة الفلسطينية، إنما يؤثر أيضا على الموقف العربي وعلى القضية على الإقليم كله في المنطقة، باعتبار أن حركة فتح هي قائدة المشروع الوطني الفلسطيني المدعوم عربيا، بمعنى الأمة العربية تقف خلف الشعب الفلسطيني وخلف القيادة الفلسطينية. فإذا كانت القيادة الفلسطينية يعني في حالة تراجع أو في حالة ترهل أو في حالة ضعف أو في حالة مناكفة، ستكون بالتأكيد مؤثر على الموقف العربي، وستكون بالتأكيد مؤثر على التصدي لهذا الاحتلال. وبالتالي هناك تراجع في الفترة الأخيرة، كان هناك تراجع كبير جدا في الملفات عديدة في الساحة الداخلية الفلسطينية بسبب الانقسام الفلسطيني يعني مع حركة حماس. لكن مع حركة فتح كان هناك خلافات. أنا حقيقة أود أن يعني أتحدث في نقطة مهمة جدا. الرئيس أبو مازن عندما تولى السلطة